في 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. التقرير الأدبي التقرير المالي وكيف بعض الإخوان بدأنا الأطراف تعلق كنسة سيس عاري الخيرات تطلب على مسألة قضية النفايات قضية النفايات كانت هي تغوصل لي يتحمل كل في الجامعة ولا باش نكون كل زوين ميساجاتي راه كان خصها حتى كازريكا ميساجات نزلها للناس نزلها نخدم في الناس نتعاون في الناس باش نكون نمسك المغالطة علاش زعما بخير كي راه بلا دار غير نخدم دار غير لي الجامعة والله نسكر إذا كيجيو عليا تبارك الله واكل مثلا جيلان كلز زربو اغرو سكن المبادرات خدم نبع واحد الثاني من وفا نقولي الاتحاد دا نست خدمت مشروعات الوزاره البيئه اي كان مشروع خشيت سير حسين جمع اي كان مشروع التحسيس الجماعة الساحة اللي حصل التحسيس كان زبلة الصفا صباح تعطيني الداغي هاتي هاتي انا تصويت خسارة تحسيس مشروع عندنا مشروع الاتحاد المكتب السامي على مدنا اللي في ناس واقفين العملية واخرين لنا والنهار اللي ولينا نتعطى كان اللي في الداخل 90% المساهمة المشروع ولكن المشروع على الاخوان اللي كان تحسيس التجارب اللي تخدم بالنورمالية ضيق اللي تخدم أفيد أولينا المشروع التعاونية ضرب ذي كم من المشروعات تعاونية اللي لنا تطبر التعاون مالية ضيق فعاليات الأعيان اللي داروا لنا طوال الله ومن الجماعة الجماعة هي قروية الميزانية الجماعة ومن 240 مليون تكاتفية السكن الداخلية الما داخله دار منطقي تي غادي خصها كي نحاسب الدار خاصها خصها عاود ما درتش في عدد الناس تحاسبها مش فاش عطيت ليه ونتحاسب معاه نقول له راه في كاين فلوس اللي نزيد ساهم ولا اللي نزيد فيا ما كنت ضيف والله انا كان نحسب جامعة عوام دارت 240 مليون قال لنا التيفيات 180 مليون قال مصاريف الموظفين واش كان الحساب؟ واش كان الحساب؟ جمع هذا قرار وغطى الناس الضرائب لا لا والو سيغا مسوين الشراكة العلاقات بين الناس الرخيص لا في ربي ومن من ذاك السجاد الدنيا تحضر حاجة تتصدر وخا السي محمد إن توتي القديم زيادة خلاف مهم أن نسينا شكو إن عدد الناس اللي هو من سي رئيس تسكيت المساعدين اللي أسسني الاتحاد السنية الناس كل الخلالات مزيان خلالنا أنتو تقتيني زرين هو من أتو يساعد غير اللي كيزي تمسكي وأنتو ولا ولا الخير مش اللي دار غير غير اللي ناقل نظراتي مثلا تأسيس 2005 من بين المستفيد الناقل لبراسي يعني كان يونايس الدغير الله يرحمه الحاج العربي المصلح من بين المؤسسين الترونسبورت كولي الغوامن وخاصة لنا دار الأسطو دار مستد الحافلات تفضل الكيرانية وإلى دار المشكلة مثلا الجامعة الترونسبورت سيخ الترونسبورت غير هذيك اختصاص إلا ما يبي من تمكن ناقل دراستي قاولنا والمجلس الإقليمي ويجيو الجماعة ولكن صفتنا ربي زوينا من اللي يتساهلين في الفعالية طبعا كيف كيسوي المؤسسات اللي دابا ما يفوق 400 مستفيد يعني تفلاوي فحمل حتى الشرطة كي راه تلاقيت التعليم لماذا من مشكلة خلينا خصها أنا مستجمع تيسينا الحاج إسماعيل حسن نوتق حتى ما تشينا ولدنا شمس قبل انا صغير ما نهضر ما غادي يزري والو من الدماء ما كيسي حتى وجز وكان انا ندرس القضية اللي فات من اختصاصات ديال الجامعة الترابية ولكن خصنا نفرق بين جامعة قرية جامعة حضرية
اللي تخلص الضرائب كتخلص الضرائب بحقها كتسير النفايات للاداره العموميه كل الخير اللي كاع من حقوق التعديل الصغرى ما كتخلص والو فهذه خساره باش صالحه بيا خساره غير تنسد فكري كان شلون السابق الاتحاد للانضباط وغرسان الغوالي راجل جو كل الناس اللي الفعالية زي محسن المنظور ما تستلم غير سهل صافي تحصل سي رايس ها هو راه انا غادي نخلف اللي قال كل الناس اش صافي ما تسخف قال ديال القنجرات واللي قال مشروع الاتحاد سكن القدرة ديال المبادرة راجل الفلوس تاعو تاع السيد ما تقدريش تسامحني يا تيار جو وبصني أين جو الخال ديال الصمم القدرات متفق معاك جو الفلوس علاش تصرفوا لها في ديال الغي ولكن المعاون ديال مشروع الفور زيادة غاتي على التجربة وتتسد نسكت الجامعة على فونداسيون دو فرونس للهجرة الإقليمية هو ما تنساوش الجامعة الجامعة باش كيسيني استمرارية اللي كيخدم الموظفين الجامعة تعاون اللي كيزادو مسكتها الله يرضي الفلوس توصلت لي انا نواجهكم في مسابقه الجامعه الجزائريه في البلد ديال تفران في الزمن هذه اللي هو الهمه الديفوس هاي جبت هذه تحس المساهمه المبادره اللي كان 16 مليون تفيزا ولكن هذا التم هنا نعطيو الفكره يا خدمة الجامعه باش تنسي الاستمراريه لان هذا المجال فيه تخدم تنسي الجمعيه مثلا اللي بيعرف الجمعيه تقال تابع الاتحاد وانا بنت كان جمعية الشباب الإخوان من في السلطة القدرات أدري ممكن اللي خاصة تقل في المكتب لا أريد أن أقول لك ديش أشو الاتحاد خاصة الدرسين كانت غاسمين نغيز لنا أشتاب لك الاتحاد خاصة اللي لرفق الاتحاد سكنوا مبادرات ويداروا فمن خيرا القضية للخيرات ديجا السياق اللي لا تسكن لا قد يزور بوزرادو 600 درهم من الخيرات مش شكل ريال مش في النهار 4000 في النهار على الدين ديال الخيرات كيحصل حتى في الدنيا رايح الاتحاد مثلا جو الاتحاد بلا كان زرع المقال شنو كانوا المقال الدار البيضاء السيد يطوع المقال يطوع الزوق يطوع هذا اللي خصها تدبر غير بالدراهم اللي كانت كاين اللي تلقاها ماشي منزل ومن الحالة اللي كانت تنزل اش واحد 300 درهم ولا 1000 درهم ولا 2000 تخصو ينظر زو بحيس 100 درهم ولكن كي هذا كي يكونوا خدام هذا اسمه الزلوغ وزروادو كي كانوا تدور لي عبقرة في الناس وزروادو يا صباحا يا وين نضطر وقت كي يا خويا اللي نتاهو سيف في 100 درهم في العام يخسر الناس خسروا 150 درهم ولكن انا هو حتى وقت التغريد ولا وقت تعلمت قبل صباح الدين في الليل هذا البال العظيم شهاده لله من بين الجمعيات اللي قال لنا الاخلاص اللي خلينا مؤمن قالت شي تغدو الشهاده توزيع هو باش ولا ما تحضروا ان شاء الله تسكن اللقاء ومن الجماعة حتى اللي داروا فينا التحاضر الصغار تسكن اللقاء 26 مارس 2021 وقت كبير غير الحاج نضيف ديال الخدمة في برنامج العمل للجامعة تسكن 26 مارس 21 ولكن تقريبا زياد الدرداد غير نحاول ان نحتفظ في التاريخ باش تقعد تالينا أبل زيبا الزال نوامن أخيرا نسكر السنتين الشهر مع إن شاء الله لديش طرعطنا هو من في اتحاد الجمعيات
الجماعة إن شاء الله. بس كنا فيين فيقولين بالمناسبة صباح الخير. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.